البوبت ديدان مفترسة عملاقة ذات فكين حادين مثل الخناجر، وله أصل يمتد إلى أكثر من 400 مليون سنة، طوله أكثر من مترين. حيوان أعمى يعتمد على الرائحة والشعور بالحركة. أكثر السمات المميزة للبوبت هي قرون الاستشعار الخمسة التي تبرز من رأسها بلا عيون، وفمها العريض المبطن بفكين حادين اللذان يقطعان الفريسة إلى نصفين. تعتمد دودة البوبت على السرعة والتخفي وانتظار اللحظة المناسبة لاصطياد وقتل الفريسة وسحبها داخل الجحر. كل شيء يتحرك فهو هدفه. يعتبرها العلماء من الكائنات الأكثر فتكاً في المحيطات.